صباح النور البنات، البارح بديت لكم لا فيديو من البالكون، غادي نبداها لكم حتى اليوم. مهم مع البارح ايزون انونسي ان غادي يكونوا لي زوراج وغادي يطيح تبروري وداك الشيء، غادي تكون لاغريل. فدخلت كل شيء حتى نشوف الارض، حيت واحد العام ما كنتش عارفه، خليتهم صبح ليا كل شيء طايح، كل شيء مدقدق. دونك حطيت كل شيء في الارض البنات، واليوم ان شاء الله غادي نعطي لافاك لهذا البالكون. المهم بغيت ندير لكم غير المقدمه على الحاله، بانني باقا ما كملتش هاد البالكون. امي لقيتو، يلاه مشى البوان غوليف كورا. كنت كومونديت واحد لاليس بور لو لي، دابا مع العرق وداك الشيء مع بدلت الماطلا، وكان خاف تخسر لي، هذا هو المشكل اللي كان عندي في الماطلا القديمه. دونك بدلت الماطلا وبدلت لو لي وما بغيتش تخسر لي الماطلا دغيا، فكومونديت اون اليز في امازون. وكوم بارازار البرودوي ملي تيكونش امازون هو اللي مصيفطو، كيخصك تخلص لي فري دو بور 4 اورو كيك، وانا درت لا ليفريزون في البوان غولي. دونك مشي يجيبو قبل ما يسدو، سينو غنمشي يجيبو حتى للثلاث، لحقاش 2 جور فيغيي غادي يكونوا سادين. وقلت غنجمع البيت، جمع البيت، قلت سير جيبو ليا. دونك مشى مسكين يجيب ليا لو كولي. دابا غادي نغدي بنتي ونكمل معكم ان شاء الله هاد لا جورني. بقاي معايا، واول حاجه كما العاده كثروا ليا من لي لايك، كثروا ليا من لي لايك والتعاليق، باش نبقى نحط لكم دائما دي فيديو. يلا نتلاقاو من بعد. بالنسبه لبنتي البنات، غادي نعطيها تغدى، دايره ليها هنايا، راني ما وجدتش ديال السيمانه، درت ليها دغيا القرعه ببطاطا وشويه الفرماج غابي وشويه ديال زيت الزيتون. دابا كندخلها لي ماتيغ غاز، زيت الزيتون، الزبده والزيت ديال الكولزا، وعندها واحد الياغورت هو طيحاتو. ها هو البنات، هادو كناخذ ليهم ليها ديال نيسلي، هذا ديال البسكوي. كل مره وشنو كنعطيها، دابا غنعطيها تغدى ونرجع معكم. بطبيعه الحال كنكثر ليها الماء، حاطه لها ديما الماء باش كتشرب. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني، راه كندخل ليها حتى هكا طريفات ديال الدجاج اولا الحوت، كل مره ولا شويه ديال البيض. اليوم غير حيت هادو ما موجدهمش من قبل. ها نتوما كما شفتوا، راه كلات النص ديال هاد البواطه هادي، دابا غادي نعطيها الياغورت. اغيت شوف البوردلا. امري يلاه دخل كما قلت لكم، مشي يجيب ليا واحد لو كولي، واحد لاليز شريتها اللولية البنات. كما عارفين دابا مع العرق وداك الشيء خفت تخسر ليا الماطله، باقا عندي جديده. دونك كومونديت وحده في امازون، من للاسف مشى لقاهم ما فاتحينش اليوم داك لو لوكال اللي كيديروا فيه لي كولي. دونك سي دوماج، يعني ما غنمشي نجيبو حتى النهار الخميس، ولا حيت انا ما كنخرجش دائما مع بنتي وداك الشيء راكم عارفين. دونك معليش، جاب معاه الخبز، جاب ان باطار، وجاب اون بريوش هكا ناكلوها في هاد العشيه، ما فيها ما نطيب شي حاجه. وهنا بغيت نشارك معكم واحد الكولي، ماشي دابا وصلني البنات، هذا وصلني يمكن شي دي جوغ ولا كانج جوغ، ماشي غير دابا. هذا وصلني من عند لا مارك نوك، كيديروا دي برودوي ديال البيبي، معروفين بلي بيبغون البنات، سورتو لا مارك نوك اونتي كوليك. بزاف البنات كيتشكاو ان وليداتهم كيضروهم مصارنهم في 6 موا 5 موا حتى ل 7 موا، كيكونوا كيضروهم لحقاش كيشربوا الهواء ملي كيرضعوا. دونك هادو البنات راه تلقاوهم حتى في المحلات التجاريه وفي لا فارماسي. دونك حنا جربنا هذه الايلين وعجباتها، فيها واحد السيستم اللي كيخليها انها ما تمصش داك الهواء، ما تبقاش تشرب داك الهواء. وصيفطوا ليا معاه هاد لو ليكيد بوغ لافي لي بيبرون، هذا باش كتغسلوا لي بيبرون ديال لا مارك نوك. و هاد الشوف بيبرون، الصراحه كنت كنقلب على شي شوف بيبرون صغير اللي نديه معايا للمغرب اولا للسفر، بحال هكا ملي كنمشي شي بلاصه. هذاك اللي عندي ديال افين شويه كبير، دونك هذا عجبني البنات، ساطون بو بيان. شوفوا شحال صغيور، بحال شي ميغ ولا طاس ديال الكافي، ما كبيرش. بلاتي غنفتحو، هما صغيور عجبني بزاف على هذاك اللي عندي وخفيف. دونك هذا نقدر نديه معايا فاسيلمون في الطياره، ولا هكا كيما قلت لكم تكونوا مسافرين لشي بلاصه وتبغيو تسخنوا البيبي لوليداتكم، تسخنوا البيبي لوليداتكم، تبغيو تسخنوا البيبرون لوليداتكم، جاني عملي بزاف. دونك دابا غادي نمشي نوجد الغداء، غادي ندير غير السلطه خفيفه ظريفه، غادي ندير فيها الفرماج الخس. المهم غادي نشاركها معكم، دابا هاد الحراره كتبغي غير الشليضات. هذه هي السلطه، هذا هو الغداء ديالنا نهار اليوم البنات. الحراره الحراره الحراره، انا بعدا كندوب، غادي نسالي غندوش ونرتاح شويه، عاد نوض نكمل شغلي. بقى لي الكوزينه حالتها، راه غتبان لكم غير من ليطا ديال لا غازينيير. المهم درت اون سلطه بداك الشيء اللي عندي في الثلاجه، عندي الخس، درت الخس، الخيار، البصله حمراء، الفرماج هكا مقطع مربعات، البيض مسلوق، الروز مع المايس والطون وشويه ديال الخيزو محكوك، والمختديلي استعملت هذه ديال الزيتون.
صافي هادشي اللي درنا، وغندير معاها اون صوص بلونش، والله يجعل البركه البنات. غير الحراره ما كنقدروش ناكلو لي بواسون، ويمكن شويه ديال الخبز. راجلي كيبغي الخبز مع لا سالاد. بنات مهم رجعت كل حاجه لبلاصتها فينالمون. هذاك ما صبغتوش حتى شي نهار يكون فيه الشميشه، حنا عندنا الصهد والشمس ما كايناش. المهم ما تفهموا حتى شي حاجه. المهم حطيت هادو هنايا، هادوك اللي باقي خاويين خليتهم لتحت. دابا رجعتهم هنا لان لوغاج باقا ما دازتش، حتى من بعد غنديرهم الجهه الاخرى. المهم شويه الخضوريه صافي بليزير. هذا كل مره كيطيح واقيلا غنحيدو. كارديرتو غير اوكاو ندير شي بلونط هكا طويله باش نبقى نخليه واقف بيها. عرفتي هاد البالكو كان كيشف فيا البنات، كيشفي. تبارك الله قاصه كنقول لكم لي زوراج مازال ما جاو. لي زوراج فينا هما تبروري كيطيح. راجلي مشى كيجري يحيد دوك لي فلور من البالكو، مساكن غادي يتكرخصو. تبارك الله البنات غرقنا. عرفتي كان البالكو مفتوح وبغينا زعما ندخلو لي بو. سا امير مسكين فزق، يلاه دخل واحد صافي ما عليش البنات. الخير فيما اختاره الله، زعما غسلنا الكارو كلشي. انا قلت لكم ما اخترناش النهار المزيان، كان عيان ساين حتى يكون الجو زوين وما يكونوش لي زوراج، ولكن ما عليش غادي نشوف غير هذا الشيء. زعما وجففت اليوم الصالون ونحط الكنابي ايوا هادشي اللي عطا الله. لا غريل البنات كطيح. المهم البنات بالنسبه للنهار ديال اليوم، راجلي تشهل اللوبيا درت له مريقه. اصلا اليوم ما كاينش الصاد بحال اللي كان، دونك هبطت شويه درجات الحراره. درت لوبيا خفيفه ظريفه هكا معلكه غير بشويه ديال الدجاج، فخيدات ديال الدجاج واللوبيا الخضراء. هنايا غندير واحد الديسير، عندي هاد الكاطو ديال لي لونغ دو شا، ما بغيتش نضيعو. غادي ندير به دي فيغين، غنديرهم بسبيكولوز كريم ليكيد ماسكاربون، وهنايا عندي الكراميل بوغ سالي. دونك ساهله بزاف، غادي نخلط باش ندير لا كريمه، وغادي ندير طبقه ديال لي لونغ دو شا اللي غادي نفزكم شويه الحليب، وطبقه ديال لا كريم، ومن بعد غادي ندير الكراميل. هنايا راني ضربت الكريمه مع الماسكاربون، وغادي نزيد باطا تارتيني ديال سبيكولوز. كنزيدو على حسب الرغبه. انا بحال هاد لي ديسير البنات ما كنستعملش فيهم القياس، على حسب داكشي اللي عندي ولي بارفان اللي عندي. الوغ بالنسبه لهنايا بالنسبه للسكر كيبقى اختياري، كتقدروا تزيدوا واحد المعلقه ولا جوج ديال السكر كلاصي، اولا غير لوغو اللي كتعطي لاباطا تارتيني راه ديجا سكري. وما تنساوش اننا غنزيدو الكراميل من الفوق، دونك انا ما كنديرش السكر حيت كتجيني حلوه بزاف. ثم البنات كل طبقه كندير فيها البسكوي كنفزقها بالحليب، وكندير شويه ديال الكراميل. هذا بون كيما العاده، يا اما ما كنكملش التصوير يا اما كتوقع شي حاجه. المهم هنا بنتي كانت كتبكي وفاس. المهم صورت لكم النتيجه النهائيه كوميم. بغيت نقول لكم غير هاد اليوميات كنحطهم على ما يوصلني التريبي، نورمالمون غيوصلني اليوم اولا غدا. وكذلك باش البنات اللي ما عرفنيش راني رجعت كنزل الفيديوهات هكا يطلعوا لهم لي فيديو ديالي، ويبقاو متبعين عاوتاني الاخبار، لانه كتعرفوا ملي كتبقى واحد المده ما كتنزلوش فيديوهات في يوتيوب فلي فيو ما كيوصلوش ل 1000 فيو. يلاه كيبقاو ديك 600 500، المهم فيديوهات الاخرى كاملين راه غيبانوا لكم ما كيطلعوش في لي فيو نهائيا. دونك خصني على الاقل واحد 10 ديال لي فيديوهات ولا اكثر عاد باش يبقاو دابا البنات يتعودوا يدخلوا يشوفوا لي فيديو. دونك غالبا غنبقى نحط الفيديو مع ديك 6 ديال العشيه ديال هنايا ا 18 فوالا. هنايا شاركت معكم غير في الليل شنو كنت درت العشاء. درت هكا لي بات بلي لاردون فومي كيجيو زوينين وصوص سوجا. مره اخرى نشاركهم معكم. المهم تحت الطلب ديالكم، لان لي غوسيت ما غاديش نبقى نقدر نشارككم بزاف، راكم عارفين دابا ما عنديش الوقت بزاف كنقابل بنتي. المهم عندي ما يدار، دونك الا شي وصفه عجبتكم شي فيديو خليوها ليا وديك الساعه نصورها. راكم عارفين بزاف ديال البنات هنا في يوتيوب كاين الاختصاصيات في الطبخ وفي الولائم وفي العرادات دونك الى عجبتكم شي وصفه هكا ديال بيت في، راكم عارفين انا كندير الحاجه السهله خليوها ليا في التعليق.